هذه الكلمات النابية على مسامع المشاهدين. نعم. هذه ردت أن أوضحها للجميع. نعم. من هذا الباب والإدعاء العام ممكن أن يتدخل في هذا الموضوع وعدم أن تكون مثل هذه التصرفات في قاعة محكمة أن تطرح على أسماع وأذان المشاهدين. نعم. هذا اللي حبيت أوضحه. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس أنا أشكر سيد المدعلة على التوضيح، ولكن أنا ما أتفق، والاختلاف لا يفسد في البد قضية إذا هو يتوخى الحق والحقيقة والعدل والعدالة. المحكمة ستبحث هذا الموضوع. لا سيدي، ستبحث هذا الموضوع. بارك الله بك، أنا واثق، أشكرك. ولكن نحن هنا على الأقل في القاعة أو حسب ما نسمع، نحن في جو قانوني وبنفس الوقت ديمقراطي. هو هكذا مو صحيح؟ أوكي. الديمقراطية الآن أفهمها والمؤمن بها أنه أقول خلي الإنسان يتصرف مثل ما يريد وأترك الآخرين هم يحكمون عليه. لما تصدر كلام نابي، بس اسمح لي سيدي أرجوك، يعني لا يعني بس صبرك علي، لما تصدر كلام نابي من أحد على شاهد أو غيره خلى الناس يسمعون حتى يقولون هذا قالها في حق أو قالها دون حق، أو هذا مستوى فد واحد مستوى واطئ، وخلي نكشف للناس كما هو. ليش احنا نستتر عليه؟ قول كل ما بقلبك أمام أبوك حتى أبوك يعرفك أنت شنو من نوع شاب، وبنفس الوقت إذا كان هناك تقاطع مع مبادئه ومع قيمه ومع أخلاقه يقول لك ابني هذه القضية لا مو صحيحة، هذه ما يصير تقولها، هاي كذا، هاي الديمقراطية. هذا أنا ما أفسرها باتجاه ديمقراطي ولا أفسرها باتجاه قانوني، أفسرها باتجاه استغلال السلطة لإسدال الستار على حقائق. حتى إذا أنا أكون قائل هذا الكلام أنت سلط الضوء علي، خلي الناس يشوفوني، خلي يكتشفوني أنا عنصر في هذا المجتمع، أنا عنصر في هذا المجتمع، ليش أبقى غاشي الناس وليش تساعدني على استمرار غشي للناس؟ مصلحة الناس ومصلحتي ربما، لأنه لما أنصلح أيضا بها مصلحة لنفسي، مصلحة المجتمع ومصلحتي تقول as soon as possible خلي أنكشف للناس شنو أني نوع إنسان وشنو أني معطيات. هذا كله. الشيء الآخر سيادة الرئيس، امتداد لهذا الموضوع، أنا لما أخطأ أتكلم عن نفسي حتى ما حد يأخذ على حاصلة، لما أخطأ ليش أطلب منك أنه أنت تستر لي على خطأي؟ والله إذا أكون أنا منصف حتى إذا سترت لي على خطأي أنا ما راح أسجلها إيجابية لك، والمجتمع بيسجلها إيجابية. طيب أنا أقول شيء هو كذب، هو كذب، ليش أطلب منك تقولها بطريقة دبلوماسية أنه لا هذه أعتقدها مو صحيحة؟ لا، أنت لإصلاحي المدرسة المباشرة هي جعلت أوروبا وأمريكا واليابان بيننا وبينهم 200 سنة فاصل زمني، لأن ما يجاملون على الحقيقة، ما يجاملون على الحقيقة. اللي يخطأ لما يشوفوك ترمي عقب سيجارة في الشارع الهورن يشتغل عليه. والله أستاذنا الكريم تسمح لا ما جدا مهمة جدا لتلاحظ سيادة الرئيس إذا تسمح لهيئة المحكمة، وهو رأي شخصي وليس له علاقة بهيئة الإدعاء العام. رجال لاحظنا في الجلسات القادمة هناك تجريح كبير لهيئة الإدعاء العام، وقد طلبت هيئة الإدعاء العام من المحكمة مرارا أن يكون المتهم أو المحامي أن يدخل في صل الموضوع، والله
تستجب المحكمة لذلك. لذا أطلب من محكمة الموقرة لي بالسماح من الانصراف من قاعة المحكمة وإعفائي من هذا المنصب. وشكرا جزيلا. لا تبقى. فإذا سمحت المحكمة لي تبقى رجاء. لا من المحكمة سيد الرئيس تبقى أنت جزء من ال... سيد الرئيس تبقى جزء سيد رئيس المحكمة. أبقى بالموضوع. لا 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 من الباقي سمعنا كل ما في قلبك والله و... تحسينك والشاهد الشاهد جالس الشاهد. وأبقى أبقى في الموضوع والأسئلة إذا عندك حتى. نعم سيادة القاضي الشاهد رجل عنده حق ضايع أي وما مس... وما متكلف أنه يبقى الباشر هو بنفس المكان قاعد. نعم وإحنا حضرتك هنا والسادة على يمينك واليسارك والسادة هنا ها؟ يعني. فأنت أبقى بالموضوع اللي عندك سؤال حتى نوجه له وانطيناك وقت ال... أنا بالموضوع بالموضوع نعم بس سؤال بالمحدد سؤال المحدد سيادة القاضي. نعم لا تقمعني وهل بعد هل لا لأنه أنا مريت بهذه التجربة مريت بهذه التجربة حقيقة أقول لك إياها أقول لك إياها أنا مريت في هذه التجربة وأنا متعقد منها لأن بالتحقيق سيادة القاضي يسألوني على سؤال يحتاج ساعة كلام يريدها نعم أو لا ويضربني لما أقول له أوضح لي إياها يضربني راشي وأنا مشتف وهاي إيدي ها تفضل هاي الدرن بعدها المحكمة ما عندها اعتراض على أي مداخلة حول الشهادة. إذا يا سيادة الرئيس انطيني وقت يرحم والدك انطيني وقت حتى أفسر لك وأقنعك بكلامي. أنا ما أقدر أقنعك وأقنع الناس الآن يشاهدون ويراقبون والهيئة المحكمة ومدعيها العام إذا ما لكن في حدود مسار الدعوة. نعم نعم هي بالموضوع احنا بدنا نحكي هسه احنا بدنا نتكلم يا سيادة الرئيس على كلام ذكره المدعي العام. الموضوع. لا لا تخرج هذا جزء من حقوقي تخرج عن الموضوع. لا يا سيادة القاضي على حساب وقت المحكمة. لا لا هو الوقت المحكمة مفتوح وانا بكلامي ثق هذا الكلام يقوي المحكمة وينطيها مصداقية ويقول محكمة عادلة. الناس يقولون لما يخليني أتكلم حتى أوضح القضية فأني لما أكذب لما أكذب ليش أريد منك أنه أنت تقول لي لا مو صحيح هاي لو بهالطريقة هاي ليش إصلاح المجتمع هذه افتهمت يعني والفكرة راح تدرسها المحكمة اللي طلبك حول ليش يقطع قسم من أقوال المتهمين. احنا شوف يا القاضي أنا أتكلم عن نفسي والله أنا تمام عندي أطفال وأطفالي لحد الآن محتاجيني وخاصة بعد ما الله سبحانه وتعالى أخذ أمهم إلى جواره ولكن من أجل الحق ومن أجل كرامتي والله ما عندي مانع هسا أنت تصدر حكمك على هاي الإعدام تعدمني. أنا أقول لك إذا بعد هاللحظة هاي الميكروفون لأي واحد من المتهمين يقطع أنا شخصيا أنا ملي لازم من رفاقي أنا شخصيا بعد ما أجي لنا لو يكسروني هذه مو عدالة ولا ديمقراطية. نحن نريد العدل ونريد الديمقراطية تطبق بكل زاوية من زوايا البلد وخاصة هنا تمثل الديمقراطية وتمثل القضاء لا سيما هي بصدد الموضوع تاريخي. ليش يزعل أحد لما هو يقول كلام كذب؟ ليش يزعل إنه واحد يقول كذب؟ ها؟ ليش؟ الشيء الآخر سيادة القاضي. سيادة القاضي. ليش أنت؟ أستاذنا الكريم. اختاروك. أصبحت المحكمة منبرا سياسيا. أرجاء أطلب من المشتكي الرابع نادي على المشتكي الرابع. الشيء الآخر سيادة القاضي. المدعي العام يمثل مثل ما قلت لك وحسب ما افتهم القانون يمثل مصلحة المشتكي ومصلحة المتهم نادي على المشتكي الرابع ولكن مو أنا فقط أقول هذول المحامين هنا موجودين والناس الآن اللي يسمعونا إذا ما المدعي العام قطع على الكلام مالي أيضا تمام يسمعون الادعاء العام غير محايد تفضل. ومن جملة الأشياء لا سيادة القاضي اسمح لي ولو دقيقتين ثلاثة وأنا من البارحة وأنا أريد أذكرك البارحة أنا طلبت منك وقت تنطيني الكلام لأن أنا عندي موضوع أريد أخبرك فيه الكلام نعطيك الوقت. نعم خلينا نكمل الشهادات ونعطيك الوقت. فالجماعة الكرام هنا
من حازين. أنا أقول لهم حتى أسهل عليهم سيدي القاضي. تفضل يعني استريح سيدي برزان، الكلام اللي إذا تريده بعد فترة من بعد ما تكلمناها. هذا الكلام ما له علاقة بذاك الكلام. هذا الكلام ما له علاقة يلا تفضل. أهم شيء واحد لما يكون يستلم مسؤولية ما يكون عنده عقدة تحضر أمامه لما هو في مسؤوليته اللي يمارسها، وإلا رايح يكون منحاز. لماذا سيد القاضي السادة الثلاثة يعانون نقطة أن هم كانوا الوسط، هو عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي عضو فرقة، والأخوان الاثنين هم أعضاء في الحزب، لماذا يعتبروها هاي عقدة يا سيادة القاضي؟ شنو علاقة هذا الموضوع بالدعوة؟ لا مهمة، لأنه إحنا بعثيين، هم يريدون يضغطون علينا حتى يبررون نفسهم أنه ممكن تقدم ذلك في دعوة. هذا مو صحيح. في دفاع أكثر من هيك، أكثر هم الآن ممكن أن تقدم ذلك في دفاع. أكبر إساءة إلي في الجلسة كلها أن يتهمني بالانتساب إلى البعث الدموي. كيف تتهم؟ أنت كنت وكيل بالأمن. كيف تتهم؟